اهلا وسهلا بكم مره واحده اخرى، ومرحبا بكم في هذه الحلقه اللي غنركزوا فيها على الخطاب ديال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون امام الجمعيه العامه للامم المتحده اللي جبد فيها عاوتاني الملف ديال المغرب. خليكم معنا وتابعوا الفيديو حتى الاخر، فيه معطيات جديده ومثيره، وما تنساوش التفاعل مع القناة بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بهذه القناة اللي هي في الحقيقة قناة نتاعكم. مرحبا بكم جميعا. خطب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهار الثلاث، هاجم فيها المغرب، يعني في القضية ديال الصحراء. الكلام ديالو كما العادة جاء متناقض مع داك الشيء اللي تيقول واللي تيفعل. هضر على القيم ديال السلم والقيم ديال الامن العالميين، ولكن هو الاول اللي كيهدد هذه القيم. اجي نسمعوا اش يقول ونكملوا التحليل نتاعنا من بعد. السيد الرئيس، ان في هذه القاعه التي تسع العالم باسره وبتنوعه واختلافه نطمح الى أن تترسخ في قناعتنا جميعا بأن الحوار والنقاش بيننا مطلب ملح ناضلت من أجله شعوبنا من أجل عالم التعايش والتعاون والتضامن والمساواة بين الأمم. علاش عبد المجيد تبون هدر على ضرورة استخدام لغة الحوار بين الدول، ولكن فاش تكلم الملك محمد السادس نفس اللغة ديال الحوار وديال اليد الممدودة تجاه الجزائر هذه سنين، ما سمعش النظام ديالو لهذه الدعوة ولهذه اللغة هذه، وتولي الأمور طبيعية بين البلدين واشتغال على المصالح الاستراتيجية المشتركة. هذا الشيء ما كيعرفوش. المشكل أن الرئيس ديال الجزائر كيفتقر الذاكرة السياسية، فالنظام الجزائري مازال متمسك برفض أي حوار أو فتح الحدود مع المغرب اللي وقطعها وقطع حتى المجال الجوي. هذا جانب. من جانب آخر، فهذا النظام مازال كيقول أنه ما عنده علاقة بالمشكل ديال الصحراء، بالرغم من أنه كيدعم البوليساريو بالسلاح باللوجيستيك بالفلوس. كاع الفلوس ديال الغاز وديال البترول خسرهم على هذه القضيه غير باش يضيق على المصالح نتاع المغرب. هذا واضح لا غبار عليه، وكل شيء كيعرف من اعلى واحد في الامم المتحده حتى السيكريتي اللي في الباب ان الجزائر ما غتساليش من العداء ديالها للمغرب وغادي تبقى كتدعم البوليزاريو. هذه حقيقه. سمعوا عاود اش كيقول عبد المجيد تبون في هذا الموضوع. هذا ونتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية، حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه الأساسي في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية الإفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن سنة 1991 ووافق عليها الطرفان، والتي تظل تنتظر التطبيق. وفي ظل هذا الواقع وأمام المحاولات الهادفة إلى خلق شرعية من لا شرعية، تقع على الأمم المتحدة مسؤوليتي صون مصداقية قراراتها مع واجب الإدراك الجماعي بأن دعم التنفيذ الكامل لقراراتها هو حفظ لهبة هذه المنظمة. فشي يهدر على البلاد أنها كتطلع الوصول داكشي اللي سماه بتصفية نهائية لظاهرة الاستعمار في آخر مستعمرة إفريقية، كيتكلم على المغرب بطبيعة الحال، وراه تيهضر على الصحراء، ومازال كيردد بحال هادوك اللي سبقوه، يعني الرؤساء اللي كانوا من قبل منه، ان
ما يسمونه بالشعب الصحراوي، باغي يقرر المصير نتاعو، يعني باغي يفصل الصحراء على التراب المغربي. ورجعت يعاود مصطلحات قطعات معاهم القرارات ديال المجلس الامن اللي هي تقرير المصير واللي هي الاستفتاء والخطة التسوية الأممية الإفريقية اللي اعتمدها مجلس الأمن سنة 1991. هادشي ما بقاش، ناسي أنه كاين مبادرة ديال الحكم الذاتي من 2007 اللي تيوصفوها كاع الدول بالجدية وبالمصداقية. ما عمرنا سمعناه لا هو ولا شي واحد من النظام ديالو تكلم على هاد المبادرة هذه، دايرين ودن من الطين، ما تيسمعوش أن الأمم المتحدة كتحدث على هذا الموضوع من شحال هذه، وأن الاستفتاء ما بقى عنده حتى شي اعتبار او وجود داخل القرارات ديال مجلس الامن. وفي جل الاوقات كيجبد التبون شي كلام ما عنده حتى شي علاقه بالواقع السياسي او الدبلوماسي او التاريخي، وايضا حتى الواقع الميداني. كيفاش كتحدث على شعب الصحراء وان الصحراويين تعيشون مطمئنين على الممتلكات ديالهم على الاموال ديالهم ومنخرطين في التنميه ديال المدن ديالهم والقرى ديالهم في الجنوب المغربي، وتينتخبوا اللي كيمثلهم في الجماعات وفي البرلمان، وكيتكلموا ايضا بالتسميه ديال الناس في الملتقيات الدوليه؟ اذا على من كتهضر؟ شمن شعب صحراوي تتكلم عليه؟ كيفاش هاد القضيه هذه اللي قال تبون وسمعوه بودنيكم امام المحاولات لخلق شرعية ما لا شرعية لا تقع على الأمم المتحدة مسؤولية صون مصداقية قراراتها مع واجب الإدراك الجماعي بأن دعم التنفيذ الكامل لقراراتها هو حفظ لهيبة هذه المنظمة؟ هذا الشيء قالوا تبون، يعني هنا أن الأمم المتحدة باش تحافظ على الهيبة ديالها خصها تحيد الصحراء من عند أمالها اللي عايشين فيها هذه قرون، تعطيها الجماعة ديال تبون اللي عاد تخلقت هذه السنوات. هذا هو المنطق اللي كيتحركوا به هاد الناس. تعرفوش أن الشرعية راها مجدرة في التاريخ السياسي والاجتماعي ديال هاد البلاد هذه، وأن الصحراوة جزء لا يتجزأ من هذا الوطن هذا. واقع الحال هو أن النظام الجزائري كيهاجم المغرب في كل مناسبة وبلا حشمة وبلا عرض، كيقول انه باغي يحقق التعاون وكيبحث على التضامن. هادشي كلام مرسل. الملك المغربي عيا ما يقول للجزائر تعالوا نتحدثوا بجوج، حيدوا هاد المشاكل هادي ونبداو صفحه جديده، راه الحوار مزيان وغادي يحقق بزاف ديال المنافع. شي كله ما عندهم به غرض. الجواب ديالهم اللي كيرددوه هو لا، خاصنا نديو لكم الصحراء وصافي، بلا ما تبقى تمد اليد ديال السلام، ما كاينش الجواب. والجواب هو ايضا انها تعطي الامكانيات العسكريه البوليزاريو ودعمها باش دير اعمال عسكريه كتهدد فيه الامن والاستقرار ديال هذه البلاد. راه هنا كتخرق الميثاق ديال الامم المتحده اللي انت كتخطب فيهم. السلوك ديال تبون تيتناقض مع ذاك الكلام على الالتزام بالمبادئ الأممية اللي خلقتها الأمم المتحدة، فعلاش باقي محتاجز السكان ديال المخيمات؟ أعطيهم الحق باش يصوتوا على واش يبقاو في تندوف ولا يدخلوا للعيون، وغادي تشوف شنو واقع. هذا هو التقرير ديال المصير الحقيقي. وعلاش ترفض تنفيذ التوصيات ديال مجلس الأمن الدولي اللي كتقول لك خاصك تقوم بالإحصاء ديال هاد الناس اللي محتاجزهم في المخيمات وكتدرجهم كلاجئين على حسب الاتفاقية ديال جنيف 1951؟ واش هذا ماشي هو النفاق السياسي؟ الرأي العام الدولي والداخلي كيرفض الحوار ديال مع الجزائر مع المغرب كما كيترفض مع أي شكل. مجموعة ديال الدول والشخصيات من جميع الدول جاوا باش يديروا وساطات وباش يقربوا وجهات النظر ما بين البلدين ورفضوها. تبون رفض اي حوار دبلوماسي او تعاون مع المملكه المغربيه، في المقابل كيقدم الدعم ودعم ما عنده حتى شي شروط للجبهه ديال البوليزاريو في كل المنتديات وعلى الارض ايضا.
وهذا كيتوافق مع داك الشيء اللي قالت وكالة اوروبا بريس هذا النهار هذا ولا يومين، اللي اكدت ان الجهود الدبلوماسيه اللي كتبذلها الولايات المتحده وكيبذلها الامم المتحده باش تدفع الاطراف باش يستأنفوا العمليه السياسيه اللي كتخذها الامم المتحده باش الناس يوصلوا لواحد الحل المتوافق عليه بشان هذا النزاع هذا اللي هو مفتعل، كتواجه بمواقف متصلبه من عند الجزائر اللي هي كترعى البوليزاريو وكتقول باللي رغم الجهود الدبلوماسيه اللي بذلها المبعوث الخاص للامم المتحده ستيفان دي ميستورا في الاسابيع الاخريه واللي جا حتى لتندوف واللي جا حتى للمغرب ومشى للعيون والداخله هباء منثورا نظرا لهذه العقليه ديال هذا النظام اللي كيقول انه ما غاديش يتفاوض وبانه ما عنده حتى شي علاقه مع المشكل ديال الصحراء، خصوصا وان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في واحد التصريحات للجزيره هذه 4 شهور او 5 شهور ان العلاقه بين الجزائر والمغرب وصلت لواحد النقطه ديال لا عوده. تضليل ديال النظام الجزائري سواء للشعب ديالو او للراي العام الخارجي طلع عليه النار، كلشي كيعرف. انتبه غير للوضع الداخلي ديالو سواء الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا الحقوقي، خصوصا من بعد ما طلبت منظمه العفو الدوليه الجزائر بانها توضع حد للاعتداءات ديالها على حريه التعبير وعلى النشاط السلمي ديال الناس وتوقف الحمله ديال القمع اللي كتشنها على المعارضه. اي شخص كيتعتبر تهديد سواء من الطلاب ولا من كبار السن كيلقى راسو امام المضايقه والترهيب ويمكن يمشي حتى للاعتقال التعسفي. المجرد شنو هو؟ لمجرد ممارسته للحقوق ديالو الانسانيه. من المتوقع ان المضامين ديال الاحاطه ديال المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا اللي غيقدمها في شهر اكتوبر الجاي غتاخذ بعين الاعتبار هذا الشيء كله وغادي تاخذ منحه واحد اخر، يعني غادي تمشي مع المصالح ديال المغرب. علاش؟ لانه وقف شخصيا على ذاك المشاريع الكبيره التنمويه اللي كتعرفها الاقاليم ديال الجنوب المغربي وخصوصا في الجهه ديال العيون الساقيه الحمراء والداخله والذهب واللي عرفت تنميه كبيره واللي الناس تكلموا معاه في هذه الامور هذه كلها. الله يسر وصافي، الى اللقاء.